من جديد كلام الناس في إفريقيا يدخل إلى خبايا حكاية اللبنانيين هناك. بالهجرة في مزلة وفي قهر. قصص النجاحات كما الإخفاقات. This year we celebrating 100 years of our family business. هواجس الوطن كما الغربة. ربينا فيها بس مش لقلنا. بلدنا أبلى فينا. في قرايب ما في حدا. إنك تعيش لحالك صعبة. كلام الناس يواكب مؤتمر الطاقة الاغترابية من جنوب إفريقيا في حلقة مباشرة من جوهانسبورغ مع وزير الخارجية جبران باسيل ولبنانيين مهاجرين ومغتربين الخميس 10 إلى 3 مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.